زعما شكون ما قتلت شهداء؟ حسيت روحي نالي قتلتهم؟ والله ما نعرف شيء، والله ماني فاهم شيء انا بالعقل صدقني. احنا العبيد المواطنين فما ناس ما عندهاش ضامين، نجم تقتل الشهداء. الامن اللي هو الكبار ما عندهمش، الامن الصغير ما عنده حتى دخل. هذاك تعليمات تجي يقول له اعمل اعمل خطي مشى كبش في ذاك. هما يا سيدي جمعيات بن علي هذوك التجمع معناها. قناصه كانوا ومازالوا. فرقه مختصه. قناصه منا فين؟ شويتين هذوك منا فين؟ ليه؟ المعلمية بتاع التقنيص. لا اخويا ما نعرفهمش. لا من البوليسيه اللي طلعوا على السطوحات نتاع الدجاج. نجمو يكونوا اجانب، نجمو يكونوا من الجيش التونسي، نجمو يكونوا من الداخلية. والله اعلم. امن تابع بن علي اكيد من اسلام الرئيس زين العابدين بن علي. لا هما اللي كانوا فوق السطح نتاع الداخلية نتاع دراجنو نتاع برشا حوم نتاع برشا حيوت ما فماش منهم هما. اوه بالله قلبي وجعني من هالحكاية. انا بصراحة حكيت القناص ما نعرفش شكون من القناص، ما تصورش اصلا كيف فما قناص. داخليه جيش تونس حركه النهضه قبل ما تجي لتونس معهم الامريكان والفرنسيس، الناس كل اللي ساهمت في الخدعه نتاع الثوره هم اللي قتلوا شهداء تونس. ما نعرفش توا لا نعرف ويظل مات وحدهم يظل. رضا قريره ما نعرفش نورمالمون هو وقتها غاوة في الوقت هذاك هو اللي يعطي في لي زورد. شكون اللي قتلوهم توانسه مش من برا؟ قالوا سنايبر وقناصه من الداخليه. وفما شكون يقول واللي هو اللوجيك توا بارابور برشا انفورماسيون قاعده تخرج اوضح انه من وزاره الدفاع جيش وقف الثوره صحيح، اما فما حاجات ودي مانيبيولاسيون مازال مش واضحين. ولا بروف اللي وزاره الدفاع اليوم وجيش التونسي معناها قاعد يغطي على برشا حقائق وما يحبهاش بن تركلي. ما ينجموا يكونوا كان مواطنين توانسه شكون ما نعرفش. ايوه نفس الشيء ما نجمش نقول لك شكون مواطنين توانسه. مواطنين توانسه شكون هما؟ علامة استفهام. امن جيش برشا برشا. زعما شكون هما القناصه وال شنو عبيد مكريه؟ عبيد مكريه والله ما عنديش فكره. مصاب جاوبوني مصاب تلقاو لي ريبونس. يعني مش نحكي وخلي يصير اللي يصير. بالنسبه لي راي قناصه تبعي المخابرات العسكريه، المخابرات العسكريه المتواطئه مع عبيد من برا فهمتني، ومش في صالحهم انه يعرفوا شكون هما الناس ويكشفوهم. خاطر تكشف برشا لعب معناتها دي جو ماسخين على الاخر فهمتني. الوغ القناصة موجودين وجاو وفصلوا على رواحهم. كان نتذكر في الفيديوهات اللي شفناهم سير فيسبوك وتعداو حتى على التلفزه شدوهم بالسنايبر نتاعهم وبعد هزهم الجيش وين مشاو هاكم توا. شباب حتى كي نطالبوا بهم شباب يقولوا ما فماش وما فماش ما فماش. حاجه اخرى كي انتم تحكيوا على محاكمه ومحاسبة الشهداء وكل شيء، علاش العباد ما تفرجش على المحاكمة وعلاش ما يصوروش باش العباد تشوف المهزلة اللي قاعدة تصير، ماهمش حابين كومبليتمون يكشفوا الحقيقة. جو كونفيرم الكلام تاع الجهاد، قناصة تابعة المخابرات العسكرية، هذاك علاش ما قدموهمش وكل شيء. إذا كان جاء جيش عادي وما عندوش مشكلة، ما نصورش باش يخبي بالفاسون هذه، ولا باش يبعثوا القطر بالذات التوانسة اللي يتضربوا، معناها خايفين من التيست باليستيك ولا ما نعرفش شنو. علاش قطر بالذات يبعثوا لها الجرحى الثوره؟ علاش ما داوهمش في تونس وقت اللي من ليبيا الجرحى نتاع الثوره الليبيه تداوه في تونس؟ برشا حاجات دي بوان دانتيروغاسيون مش واضحه، ولذا ماذا بينا دفاع توري موقفها وتوضح. هي انا هما راجل عمد. خويا حبيت نسالك حسب رايك القناصه شكون وشكون اللي قتل الشهداء؟